فؤاد الروادي المدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. اليوم كان عندنا لقاء ترابي الخاص بالمشاورات الوطنيه حول تجويد المدرسه المغربيه، اللقاء اللي تراسه السيد الكاتب العام لعماله اقليم تطوان، واللي لقى بصدده واحد الكلمه اطريه بشان هذه المشاورات هذه. اللقاء كان فرصه من اجل عرض ايضا يعني الجوانب التاطيريه ديال هذا اللقاء اللي فيه جوج ديال الفترات، الفتره ديال الجلسه العامه اللي كما قلت فيها الجوانب التاطيريه، وكيكون فيها ورشات للساده الحضور الكريم اللي كانوا فيه الساده المنتخبين، ولا ايضا الفعاليات الاقتصاديه ولا الجمعويه ديال اقليم تطوان، فغيكون فيهم الفرصه باش يساهموا بالاقتراحات ديالهم البناءه من اجل تجويد المدرسه المغربيه. وغتكون في النهايه واحد اللقاء ديال الاختتام من اجل رفع تقرير تركيبي حول مختلف هذه الاقتراحات الوزاره. هذه المحطه اليوم اللي كتجي من بعد واحد المجموعه ديال المحطات اللي كانت داخل المؤسسه التعليميه، واللي شاركوا فيها بواحد الديناميه مهمه لا التلميذات والتلاميذ ولا السيدات والساده الاساتذه ولا كافه الاطر ديال المنظومه، ولا ايضا الاباء والامهات، واللي يعني فرزت واحد المجموعه ديال الاقتراحات اللي اكيد غتكون عندها الدور ديالها في اغناء خريطه الطريق ديال اصلاح المنظومه. اسمي فاطمه الزهراء بن صباح، رئيسه جماعه زاويه السيدي قاسم. جينا هنا باش نشاركوا في المشاورات الوطنيه لتجويد المدرسه المغربيه. هذه المشاورات عندها اهميه كبيره بزاف، كتجلى في انها كطرح كتخلينا بعدها كتعطينا فرصه نطرحوا مجموعه المشاكل اللي كيعانيو منها جميع المدارس في جميع الجامعات الترابيه لاقليم تطوان، باش نطرحوا هذه المشاكل وباش نحاولوا جميعا نوصلوا لمجموعه الحلول اللي ممكن انهم يفكروا فيها وانها تساهم في تجويد المدرسه المغربيه. السلام عليكم، انا في دائره جمعيه اباء وامهات واولياء تلاميذ التعليم الخصوصي والعمومي باقليم تطوان. فهذا اللقاء التشاوري الوطني بخصوص تجويد المدرسه العموميه، هذا اللقاء ترابي. انا بالنسبه لي في الورشه الاولى، الاهم شيء هي اننا نحاولوا ما امكن نحاولوا نشوفوا الاختلالات والاكراهات اللي كتعاني منها المدرسه العموميه، وحاولوا ما امكن نعطيو اقتراحات في اطار تجويد هذه المؤسسه، لان هي العنصر الاساسي في جميع المشاريع والتنميه بالنسبه للبلاد ديالنا. والاهم شيء هو اننا كنخدموا على التلميذ، والتلميذ هو العنصر الاساسي او البذره الاولى، لان اللي كتعطيه هو اللي كيعطيك المردوديه ديالو. فلهذا ولله الحمد كاين افكار، كاين اراء، كاين اقتراحات بخصوص هذه الورشه اللي انا كنتمينا هي الورشه الاولى، وحاليا حنا كنقوموا باقتراحات في اطار هذا التجويد هذه المنظومه التعليميه اللي كتهمنا كاملين كمتدخلين، كهيئه سياسيه، كهيئه اداريه، كمجتمع مدني، لان هذا كيهم الوطن ديالنا وبلاد ديالنا، لان ما كاينش شي مستقبل ديالنا من غير اننا نرفعوا هذا التلميذ الى مستوى عالي، ونحاولوا ما امكن نجودوا له ونهيئوا له الظروف والفضاءات باش يكون هذا التلميذ في احسن، باش يعطينا احسن جوده واحسن مردوديه. في هذا اليوم نجتمع لوضع ارضيه نقاش حول تجويد يعني المدرسه المغربيه من حيث النتائج، من حيث البنيه، من حيث المناهج، في علاقتها بالجامعات المحليه، من خلال كذلك تبادل وجهات النظر واشبه بمشاورات وطنيه لتبادل هذه التجارب في مجال التربيه والتكوين، في مجال التسيير، في مجال تدبير الفضاء العمومي، في مجال تدبير النقاش مسؤول حول العمل داخل المؤسسة التعليمية، وكذلك من خلال طرح يعني مقترحات للاشتغال خاصة في موضوع تجويد هذه المؤسسة، تجويد نظام العمل، تجويد منهجية العمل. ذلك يشارك في هذه المشاورات الوطنية فعاليات متعددة من المجتمع المدني، من أساتذة، من مسؤولين بالإدارة المغربية، وكذلك مهتمين بالشأن التربوي والتعليمي بالجهة. هذه إذن هي أهم الأفكار التي يمكن أن تقدم كمنطلق لإضاءات حول موضوع هذه المشاورة الوطنية لتجويد المدرسة المغربية من خلال هذا اللقاء، لقاء هذا اليوم. اليوم كان لنا الحضور في المساهمة ديال الموضوع ديال المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية،
هذا اللقاء هو مهم بزاف لان القطاع التعليم هو قطاع كيعرف واحد العدد ديال الاكراهات، من بينها كاين الاكتظاظ ديال المدارس العموميه، كذلك هناك بالنسبه للعالم القروي كان اللي كتعرف واحد العدد ديال المؤسسات اللي عندها واحد الخصاص ديال المياه الصالحه للشرب، الكهرباء، التسييج ديال المدارس. هناك عده قوانين والاطار ديال التربيه الوطنيه اللي كانت صادق عليه في مجلس النواب في 2018 واللي خصو يتفعل على ارض الواقع. وكذلك كاين لابد من الاشراك الجمعيات الاباء واولياء الامور، لان خصو يكون المحيط اللي داير بالمؤسسات العموميه يكون متعاون فيما بينه باش يمكن يعطيو شي قيمه مضافه للتعليم. وكنتمنوا النجاح ديال اليوم اللقاء هذا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر السيد المدير الاقليمي على الدعوه ديالنا والحضور هذا الملتقى ديال التشاور من اجل تجويد الخدمات او تجويد التعليم في المدارس العموميه. هذا الموضوع هذا اللي هو موضوع مهم صراحه للمنظومه التعليميه، خصا واحد الاضافه نوعيه كبيره، خصوصا ملي كنتكلموا على المدرسين او المدرسات فلازم يكون نشتغلوا ان احنا نوفروا لهم الظروف الملائمه للاشتغال والظروف الماديه والمعنويه باش يمكن يشتغلوا في واحد الظروف ملائمه، وكذلك بالنسبه للتكوين. وما ننساوش نتكلموا على المدرسات والمدرسين ديال العالم القروي اللي خصو يكون عندهم واحد الظروف جد ملائمه باش يمكن لهم انهم يخدموا في اجواء ممتازه، خصوصا في العالم القروي كنعرفوا الاكراهات اللي كيعيشها. كذلك ما ننساوش ان المنظومه التعليميه فيها الحلقه المهمه هو المنهج، المنهجيه ديال التعليم. صراحه كنشوفوا ان المناهج التعليميه مناهج طويله وجد معقده، يعني يمكن نحن نخفوا من هذه المناهج، نخفوا منها لان كاين واحد الضغط على التلاميذ بشكل كبير. وكذلك ملي كنتكلموا على المناهج الطويله بغينا نتكلموا على التلميذ، التلميذ خصنا نكون عندنا واحد التفكير ان احنا في المدارس ديالنا والمؤسسات التعليميه نعملوا مناهج اللي كتكون كتوازي داك سوق الشغل، يعني هذا التلميذ هذا يمكننا نعملوا له مناهج دراسيه اللي يمكن ان احنا يكون دائما هو قريب من ديك سوق الشغل، باش ملي كيخرج لسوق الشغل كيلقى راسو انه هو كيلقى ذاته في واحد العديد ديال المهن. وما نساوش كذلك الاسر، فبالنسبه للمؤسسه التعليميه خص لازم اشراك الاسر خصوصا في المجالس ديال الاباء، ويكون عندهم قرارات باش يمكن لهم انهم يجودوا المدرسه وكذلك يجودوا التعليم ديال اولادهم، لان كاين عندهم ملاحظات، كاين هذا اللي يمكننا حنا ناخذهم بعين الاعتبار. وفي الختام كنشكروا جميع الاخوه الصحفيين اللي حاضرين في هذا اللقاء هذا، وكذلك على رأس الشكر هو السيد العامل والسيد الكاتب العام والسلطات المحلية اللي سهرت على هذا اللقاء هذا اللي هو لقاء جد ممتاز، ولا يخرج بواحد مخرجات مهمة جدا اللي غتكون عندها واحد الوقع أو واحد الإيجابية إن شاء الله، لأن هاد الأيام التشاورية كاينة في جميع المملكة المغربية اللي غياخذوا منا واحد العديد ديال المخرجات اللي غيتموا يوصلوا الوزارة الوصية باش يقوموا إن شاء الله بتجويد هذه المنظومة التعليمية. وكنتمنى الخير للجميع.